كان ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهردة وبعد كده اقول لك مفاتيح. الفين على قد ما انا فرحانه لرجعتك وشغلي معاكي، على قد ما انا مقهوره لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رايك. نجمتنا عامله ايه؟ مالت غريبه، ايه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الالمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمه المحل الاولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا وخدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. اكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. انا مفيش حاجه عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكل. دكتور الهردة. هردة ايه يا ابو هردة؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في المية. مهمتنا القومية انه بقاله في حاجات تانية كتير، والمية ما بقتش تجيب همها. انت شايفة مصاريف المحل عاملة ازاي، والسياحة اتضربت على الاخر يا نجمة. بقولك ايه يا مال؟ اسمعي يا رمانة قبل ما تقولي اي حاجة تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح، واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف. انت رمانه ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهرده ده يتمنى نظره من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه اظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشه الشرب. ظبطت الدماغ وزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي ابقى اضربيها بعدين. ايه ده؟ بس اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه يقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال امالتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن
يلاقي صورة ليا. أنا بهويتي أنعش الدماغ وأصفيها من كل زبالة الدنيا. عرفتي بقى أنا بشتغل إيه؟ طبعا. إيه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، يتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده شاطرة؟ نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ تعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالي شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة، مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. متشكرين يا ابلة. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت وداني انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقولة يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع وماسونيا المحترم. مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. اهو ده سونيا. اهو ده حبيبي. ماله زي بيتك؟ محترم. امال بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاش ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما. كل صوره بوضع. اهو كله اكل عيش يا فندينا. وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراها كلام كتير يا فندينا. خدمه قصاد خدمه والحساب يجمع. وماله رقبتي؟ في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق. اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف ايه عن شوق؟ مين؟ شوق مرات الخيل. انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح، يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. ها تعرف ايه عنها؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها، حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال.
النوح بتاع الجمال. اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره، داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق، الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا، سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانة، حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا، قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك كده ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك يا بقلي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين الذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ انا مش قد الحكومه. ولا الحكومه قدي. ما يقدر على القدره اللي ربنا. فاهمة يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش، ما تخافيش. انا لو عاوز اتويكي كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها، ولا كان في مخلوق هيعرف لك طريق جرم. معلم أنا أنت بنت طيب. طيبة. أنت فاكراني إن أنا راجل أهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسة مساج وكام ضحكة ميصة وكام نظرة رضا؟ بس أنت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم أنا من إيدك دي لإيدك دي واللي أنت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا إحنا بني آدمين. أنت عايزني أعمل إيه يا معلم؟ ولا حاجة، ولا أي حاجة. اللي أنا عايزه أنت عملتيه خلاص. يعني يا بنت أنا اللي كنت مشغلك عند الحكومة عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هات بقى ودي يا معلم.